السلام عليكم متابعينا وفيا، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. خالتي مدام، خالتي العزيزه، عييتي ما تغسلي في المعنى وتكسروا لك الكيسان، عييتي ما تبعثي بنتك الصغيره تروح تغسل لك الكيسان وتجي تلقاه مكسرين، عييتي ما تشري في كيسان وتلقاي ولدك الصغير يهز ويطيح يكسره. اليوم جبت لك لافير خالتي مدام، واللي هي هذا الكاس اللي تشوفي فيه قدامك، يبان كاس زجاجي. الحاجه المليحه في هذا الكاس كي تجي خالتي مدام ديري اشهار يزلق من يدك، تقولي طاح تكسر، هو ما طاحش تكسر. هذا كاس انكاسابل كيما راكي تشوفي فيه خالتي مدام، هاهم ليك الكيسان تاعنا بسلامه، ما تكسروا ما راحوا ما صرا لهم والو. كاس انكاسابل حاجه الله يبارك ما شاء الله متوفر في محلاتنا. خالتي مدام هذه هي لافير تاعك، سيرتو كي يكون عندك اطفال يكسروا بزاف، ولا عندك طفله مشاغبه تبعثيها تروح لاغوش تغسل لك الماء تكسر لك الكيسان تاعك. شوفي خالتي مدام، ها الله يبارك ما شاء الله، كاس انكاسابل ما شاء الله متوفر في محلاتنا. الحاجة المليحة فيه السعر، السعر تاعو ربعة بعشرين ألف، ربعة بعشرين ألف يعني سوم الله يبارك بزاف مليحة. كاس تدي ربعة كيما هكذا بعشرين ألف، كاس يعني باطل بلاش، ربعة بعشرين. وش معناتها الكاس؟ خرج لك شغل 5000 الكاس، 5000 خاتي مدام، ربعة بعشرين الاخر ما يلحقش. خاتي مدام مالا العزيزه، مرحبا بك، محلاتنا متواجده في مدينه عمله بالضبط مقابلين بازار علي بابا. زيدي ركزي معايا خاتي مليح، ها تهزيهم كيما هكذا، ها ما تدوخي ما والو، ها طاح ما تكسروش، ها كاس الله يبارك ما شاء الله. اخبطي على روحك خاتي مدام، يقلقك طفل ضربيه به، اروح هنا، ها ربعة بعشرين متوفر في محلاتنا. نقول لكم شكرا لحسن المتابعه، انتظرونا بجديد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.